متحف حمام إبراهيم هالمكان الساحر في البلد القديمة في الخليل أقيم معرض مبني على المجهول للفنان راني الشرباتي، والهدف الأساسي والأول من هذا المعرض إحياء البلد القديمة وإنعاش سوقها واقتصادها. راني، اليوم اللي الجمهور اللي بده يشوف لوحاتك ومعرضك بده يجي على البلد القديمة وتحديداً لمكان كمان له أهميته بالبلد، قدي هذا الاشي مدروس وقديش عم بيجيب نتائج عملية لنرجع نحيي البلد القديم؟ في البداية معرض مبني على المجهول، كانت الفكرة من المعرض مش مجرد انه نعرض مجموعة اعمال في مكان مغلق او في استوديو معين، كانت الفكرة الاهم انه يكون موقع المعرض هذا في البلد القديمة. احنا بنعرف قديش بتعاني البلد القديمة من ضغوطات معينة، فكانت الفكرة الاساسية انه نربط المكان في المعرض بشكل اساسي. وفكرة مبني على المجهول هي اسم ملفت للنظر لكتير ناس، بنشجعهم لحتى يزوروا هذا الموقع لحتى يشاهدوا الاعمال الفنية اللي رح نعرضها في المكان. جزء من المعرض كان عبارة عن لوحات بتتعلق في المدينة القديمة، في البلد القديمة، في البنية السكانية الموجودة، في تراكب الأعمار الموجود، المنظومة بشكل عام، كيف الأشياء بتنبنى مع بعض، كيف مرحلة البناء، مرحلة الهدم، في العمل الفني كمان، كيف أنا كفنان بمدينة الخليل أشوف هذه التحورات الموجودة. في كثير ناس برا جاي على المعرض، شو شعورك اليوم؟ صراحة هو شعور جدا جميل، أنا ما توقعتش الكمية الكبيرة من الناس المهتمة في المعرض بالشكل هذا. خليني أشعر بالمسؤولية تجاه الأعمال اللي بقدمها اليوم، لأنه أكيد الأعمال لها رسالة ولها هدف ومضمون، وبحس كمان بالمسؤولية تجاه البلد القديم، وهذا الشيء بحفزنا كمان لقدام كرؤيتنا في المستقبل إنه نزيد الأنشطة والفعاليات الفنية بالأخص، لأنه ممكن افتقرناها آخر فترة مع ظروف الكورونا وظروف كثير كانت سابقة مختلفة. من ناحية عرض الأعمال وطريقة العرض كانت هي طريقة كتير مختلفة عن الطرق الجالر العادي أو المكان العادي، إنه أصلاً مكان كمان له خصوصية وله حذرين كنا في تعليق الأعمال الفنية بحيث إنه ما يطمس المكان، غير هيك إنه حابين يكون المعرض فيه شوية تشتت لأنه بيشبه المتاهة يعني من خلال، فحابين إنه المتلقي الفني كمان يضيع في المرافق الموجودة هون ويكتشف المكان بذاته من غير جولة فنية، من غير الأمور اللي كتير بتكون رسمية في المعارض، فلا إحنا ما نعطي المساحة كتير أكبر للمتلقي إنه يبحث عن اللوحة كمان.